السلام عليكم ومرحبا بكم يا أصدقائي على قناتكم نور هوتاك، ولي معذرة كبيرة على هذا الغياب الطويل بسبب الأعمال، وكان لدي عدة مشاريع. وموضوع اليوم عن الاستثمار وعن موقع AI ماركتينج، الموقع العالمي. مؤخرا قام الموقع بحذف خاصية الدفع والاستلام بالباير. من منا لا يستعمل الباير؟ الجميع يستعمل الباير بطبيعة الحال. الآن سوف ندخل في AI ماركتينج وسوف أريكم بعض الأشياء. هكذا أضغط على الروبو ثم كلمة أسر لحسابي دائما وأبدا. سوف أريكم أفضل بديل لباير لشحن حساب الخاص بكم واستلام الأموال بكل سهولة، لأنني أعلم أن أكثرية الناس يقومون بشحن الروبو عن طريق الباير لأنه أسهل وسيلة والخصم فيه قليل مقارنة بالمعاملات الأخرى. ومن يريد التسجيل معي في AI ماركتينج سأضع رابط التسجيل والحصول على هدية $50 تحت الوصف. ممتاز، هذا حسابي في AI ماركتينج. تبارك الله، كما ترون لدي كاش باك $11. الآن نذهب إلى خاصية الإرسال أو شحن الحساب. مثلا أضع رقم 10. هنا طريقة الإرسال أي استقبال الأموال، كما ترون فيزا، كيوي، بيتكوين، إيثريوم، وخاصية الباير غير موجودة. فماذا تفعل؟ ما هي أفضل وسيلة للدفع والاستلام بعد الباير؟ هي البيرفكت موني. أنصحكم يا أصدقائي باستعمال البيرفكت موني، فهو من أفضل البنوك التي استعملتها، والخصم يكون فيها $3. مثلا عندما يكون لديكم مبلغ $15 يخصم لكم الموقع، قم بخصم $3 تصبح 13. كما ترون الآن وضعت 10 أصبحت 7. فيما يخص الشحن والاستلام بالباير، فتواصلت مع دعم AI ماركتينج فقالوا لي نحن نقوم بتعديل فقط لبضعة أيام. ومن منكم لا يعرف موقع AI ماركتينج فهو فوت فرصة العمر، أي أنك تفوت على نفسك أرباح كبيرة جدا، أي أنك تستثمر بمبلغ صغير وتربح مبالغ كبيرة يا صديقي. ركزوا معي جيدا، أنا استثمرت في AI ماركتينج $170 في غضون 3 أشهر. انظروا يا أصدقائي كم وصلت إلى حد الساعة، $180 أصبحت لي $1169. نعم يا أصدقائي، صدق أو لا تصدق، نعم مع هذا الموقع الخرافي، مع أن هذا الموقع لديه خاصية أخرى وهي خاصية الإحالات أي الكاش باك. من الإحالات سوف ترون يا أصدقائي كم ربحت، من الإحالات فقط أي إدخال أصدقاء $64، أي أحصل على كل صديق قام بشحن الروبو الخاص به أو إعادة الأرباح إلى الروبو لكي يعمل بها، أربح أنا 5%. كما ترى هذا الشخص شحن 30، أنا ربحت 1.5، 11. فهمتم ذلك؟ انظر الأرباح، أرباح ثم الأرباح. فالموقع يعجز اللسان عن الكلام، الأرباح تتحدث عن نفسها، الدولار يتحدث عن نفسه. فهمتم يا أصدقائي؟
ومن لديه أي سؤال يتركه لي في التعليق. ما يخص بنك الباير فالموقع يقوم بالتعديل فقط، وأيام سوف يرجعون الباير للعمل على الموقع. وأفضل بديل للباير هو البرفكت موني، البرفكت موني ثم البرفكت موني. شكرا لكم، أتمنى الاشتراك في القناة ووضع جيم للفيديو، وشكرا لك. إلى شرح آخر إن شاء الله. سلام.